وللحديث أكثر عن تداعيات نتائج الانتخابات والتهديدات المتبادلة بين الميليشيات، معنا من كوبنهاغن عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله سلمان. مرحبا بك معنا سيد عبد الله. أهلا بك ومشاهديكم الكرام. أهلا بك حياكم الكريم. الله. أثارت اشتراطات فرضها الصدر على الخاسرين أزمة كبيرة في صفوف الميليشيات بصفة عامة، وأصبح هناك يعني اتهامات متبادلة أو ردود وتصريحات متبادلة. إلى أي مدى ترى أن شرط الصدر حل الميليشيات للدخول في الحكومة يمكن أن يكون مقبولا؟ أنا فتح مثل هذا الملف المعقد جدا والأخطر بملفات السياسة العراقية من خلال تصريح صحفي ومن خلال مؤتمر صحفي، يعني عدم جدية الصدر وغيره بحل بهذا الأمر. وهذا الأمر لم يطرح لأول مرة، ليس الصدر أول مرة، هو شخصيا لم يطرح هذا أول مرة، وغيره طرحها كثير، وهذه من باب المناكفات فيما بينهم. وهذا يدل على أن الصراع فيما بينهم تعدى حدود التدافع، لأنه الصدر يخشى الالتفاف على استحقاقه الانتخابي من قبل هذه الميليشيات الذي هو يعتبرها خاسرة، وهم يعتبرون أنه يريد يستحوذ على حصتهم الوزارية، وهم مجموعتهم لهم 10 وزارات، فالتدافع والصراع على هذه الوزارات وليس على مسائل أخرى، لأنه حل ميليشيات بهذا المفهوم وهذه الخطورة يحتاج بمفهومهم على الأقل في حكومتهم يجب أن تكون حكومة قوية تستند إلى أكثرية برلمانية، هذه تشرع قانون ترسله إلى البرلمان وهذا البرلمان يوافق عليه وترجع الحكومة تنفذ هذا القانون إن كانت جدية. وكان هذا المفروض، واشتراطات ثورة تشرين صحيحة كانت وسليمة، تقول يعني إبعاد السلاح عن رقاب العالم، وهذا كان لازم يأتي قبل الانتخابات حتى لا يصل لا صدر ولا غيره إلى هذه المرحلة. نعم. طيب، في ردود الفعل لاحظنا رد فعل زعيم ميليشيا حزب الله الذي قال بأن نيران الحرب إن اندلعت فستحرق الجميع. هل يمكن بالفعل أن تذهب الأمور بهذا الاتجاه، أم أنها تأتي في إطار التهديدات المتبادلة؟ ابدا، هذا يعني لا يمكن ان تحدث نهائيا بوجود المنسق الايراني، وهذا وهناك اشتراطات ايرانيه على الجميع، انه الاصل الامر لا يصل الى حد كسر العظم فيما بينهم، وهي مجرد تدافعات فيما بينهم على انه انت عندك سلاح وانا عندي سلاح، بما انت تريد تاخذ سلاحي اترك سلاحك ايضا، فالامر لا يصل الى حد الصراع نهائيا، لانه هم عارفين أنهم الشعب ينتظر منهم هذه الغلطة حتى يعني يأخذ استحقاقه الطبيعي للشعب العراقي. حديث الصدر أستاذ عبد الله عن حل الميليشيات المنفلتة وحصر سلاحها يعني أن هناك تفريقا وتمييزا بين ميليشيات منفلتة وميليشيات غير منفلتة، والواقع يقول أن ذلك غير صحيح كما يقول مراقبون. ما المعيار الذي تتحدد على أساسه الميليشيا المنفلتة من غير المنفلتة باعتقادك؟ الإشكالية في المفاهيم بنظام 2003، منظومة 2003 اخترقت مفاهيم السياسة كلها. اليوم غير لا يوجد تعريف ما هي الميليشيا الخارج عن القانون، وكيف توجد ميليشيا سياسية وبرلمانه، عفوا دستورهم يقول انه لا يوجد حزب عليه ان ميليشيا يجب ان يدخل الانتخابات، وهذا لم يطبق. المشكله في التعريفات، اين هي الميليشيات الغير منفلته؟ هذه المسميات اللي هم يعرفون الجيش المهدي عنده اكثر من 10 مسميات لفرق متعدده، كل تنظيم من عندهم ايضا عنده تسميات متعدده، فاذا المشكله بالمفاهيم وتعديد المسؤوليه. لما تصدر بيان لجهة معينة تقول احنا الميليشيا الفلانية الاسم الجديد على الدولة، على الحشد الشعبي، على السياسيين العراقيين، يقولون هذه منفلتة، يحددونها، تحديدها واضح وصريح وبسيط. كل شخص وكل جهة مجموعة منظمة هي مجموعة إرهابية ما لم يخضع سلاحها للدولة، لأي دولة كانت. فإذا العملية الفوضى التي خلقها السلاح خلق أيضا فوضى المفاهيم، وإحنا عندنا هاي الإشكالية موجودة. نعم.
من أي منطلق يطالب الصدر الميليشيات بحل نفسها وتسليم سلاحها للدولة؟ من منطلق انه يعتبر ويعتبر الصدر ان السلاح هو نقطه ضعف هذه المجاميع القاصره، فلذلك هو يضغط عليها من هذا الجانب حتى تاتي الى السلطه بقوه اضعف من عنده. هذه الاشكاليه اللي يريدها الصدر. الصدر ليس عنده مشكله ان الجميع عندهم سلاح، لانه هو اسس اصلا كل عمليه المسلحين والميليشيات، وهذا كلها جت من الجيش المهدي. العصائب جت من جيش المهدي، كلها كل المنظمات اللي اجت من خلاله. فاذا هل هو تتوقع انه كان يقصد ان تشمل يعني حصر السلاح يشمل ايضا ميليشياته او الميليشيا لا لا الخاصه به؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل، لانه هم وجودهم باقي على هذا السلاح، لانه اذا رفع السلاح من بين ايديهم سيساقون الى القانون عن جميع جرائمهم ضد الشعب العراقي، عن فسادهم، عن سرقات اموالهم. بدون هذا السلاح لا يمكن لهم البقاء. هذه الإشكالية التي يعتبرها العراقيين هي المشكلة العظمى في العراق، وجود هذا السلاح وهم مصرين على بقائه. لا يستطيع الصدر ولا يرغب أيضا أن يرفع سلاحه. كم مرة أعلن تجميد أفراد ومنظمات وجيش المهدي وغيره، ولكن بالواقع هذا غير صحيح، غير موجود. الإشكالية هم يردون السلاح لحماية أنفسهم ولحماية تنظيماتهم وحماية جرائمهم وحماية ما الفساد والسرقات اللي ترتكبوها بحق الشعب العراقي. ينطوي هذا المطلب أستاذ عبد الله على تفسير إضافي أيضا، وهي قناعة الصدر وربما كثير من قادة الميليشيات وزعماء الميليشيات بأن جزء كبير من خراب البلاد هو بسبب هذه الميليشيات، ولذلك هو يطالب أن يحصر السلاح بيد الدولة، وبذلك هو مقتنع بالفعل أن هذه الميليشيات هي التي تسببت بهذه المشكلة، وهي عدم القبول أيضا بنتائج الانتخابات. الحقيقة الفوضى التي جاءت بها أمريكا وجاءت بالمسلحين وجاءت وفسحت المجال لهذه الميليشيات أن تكبر ودربتها ودفعت لها أموال عديدة، وهذه بالوثائق الموجودة، يعني لا زال منظمة بدر تأخذ استحقاقها من أمريكا المالي. فكل هذه المنظمات هي منظمات الفوضى، فالنظام يعيش على الفوضى. فالاستحقاق الانتخابي أو غيره هو فقط تدافع على المصالح، أما الميليشيات ووجودها ولا يمكن للدولة أن ترفع هذه الفوضى بدون إلغاء الدستور وبدون إلغاء العملية السياسية، لأن هذا الطريق الوحيد الصحيح لأن تلغي الفوضى، بدون لأن هذه الفوضى هي دمرت البلد، هي فاقمت أزمات الصحة والفساد الإداري والمالي والاقتصادي، كل هذه هي الفوضى عمتها، وكلها مسنودة بقوة السلاح. عبر سكايب من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك. أهلا.